توج المنتخب السنغالي للاعبين المحليين لكرة القدم بلقب بطولة إفريقيا للأمم عقب فوزه في النهائي على حساب نظيره الجزائري بركلات الترجيح بملعب نيلسون مونديلا، حيث ساد التعادل إلى غاية الركلة الحاسمة التي ضيعها اللاعب محيوس مهديا فرصة للمنافس للعودة في النتيجة والتتويج باللقب، وتعتبر أول خسارة لأشبال المدرب الوطني مجيد بوقرت في المنافسة بعد تسجيله 5 انتصارات مع تسجيل 9 أهداف وعدم تلقي أي هدف. وفي تصريح لأيمن محيوس قائلا: أعتذر من الجماهير الجزائرية، لقد قدمنا كل ما لدينا من أجل سعادهم، وأصبت بخيبة أمل كبيرة بعدما ضيعت ضربة الجزاء، وأشكر الجمهور الجزائري على وقفتهم معنا.